بس لو كان بوتين عن جد بده يوصل للشعب الامريكي ما كان لازم يحكي عبر نيويورك تايمز، لانه بعتقد بده شويه اي كيو زياده وهن ما عندهم، لازم يتوجه لهم عبر برنامج ذا فويس. بوتين واو ما بتعقد بوتين دود ايه واو شو بيت اي لاف يو بوتين فؤاد 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 شو مان فيك ايه فيك فيك مركبينا فيك ما ليه ما بتعمل فيي هيك بتخليني اقول قصص كانه انا بوسها فيك انا بصير اقول قدام بتشعى بعدين بتكسرني يعني مان ايه بتهيج على بوتين